انا مرضتش اكلمك بخصوص اللي حصل امبارح. انت شايف اللي حصل امبارح ده يصح في ريال؟ يصح بقى ولا ما يصحش يا متولي، مش مهم. انا عارفه ان امك مالت دماغك بالكلام وقالت لك طبعا تسيبها. لا بنت انا عمري ما اسيب، انت مجنونه ولا ايه؟ طب خلاص يبقى نتجوز. يلا امتى؟ النهارده او بكره مش مشكله، المهم بقى اخلص من ذن جمالات. ماشي ما تقلقيش، والموضوع ده سيبهولي وكل حاجه هتبقى لسته. خلاص ما نشوف حبيبتي. ماشي يلا سلام. سلام يا متولي. هاني هنا، ايه اللي بتهدبيه ده؟ ايه ياما في ايه؟ في ايه ايه؟ مش انا قلت لك ترمي الدبله في وشه؟ ما تعرفيش ان انا بحبه؟ اسم الله يا اختي؟ نعم، بتحبي فيه ايه العبيط ده؟ بت فاكراني برياله ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جمالات؟ انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدام وشي، والنبي سيبيني في حالي. الهي ربنا ياخدك يا شيخ عشان ارتاح منك. عايز ايه؟ كنت عايزك في كلمتين. ما عنديش كلمة أقوله. لا ما مش أنت اللي هتقولي، أنا اللي هقولك كلمتين، أنت عليكي تسمعي بس. وداني مسدودة، ما بقتش تسمع. ودانك مسدودة. لا ما احنا هندور على أي حتة تسمعي بيها عشان الكلام اللي هقوله كلام مهم أوي. هو أنت كنت فين؟ وأنت مالك؟ أنا مالي؟ لا ما أصل أختي فيكوا كده. كنت قاعد بعمل حاجة فعطلت في معلومة. قلت انت الوحيده اللي هتفيديني فيها. معلومه ايه؟ اسم عزت في اللغه العربيه معناه ايه؟ لا 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 مش عايزك تتوتري، لا 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 انا هقول لك، بس انا سالت قبل ما اجي، معناه الفلوس والعز والجاه، ولا انا غلطان؟ انا مش ناقصاك انت كمان. بالعكس ده انت ناقصاني وناقصاني قوي كمان. انت في ريال اللي من غيري ناقصه حاجات كتير. أنا اللي هفتح عينيكي وهوريك الدنيا اللي عمرك ما شفتيها. لو سمحت أنا تعبانة وعايزة أنام. لا ما تزعلنيش، تعبانة يا بطل؟ أنت من النهاردة ما ينفعش تتعب خالص، لازم تستحمل عشاننا كلنا. نعم؟ لا صوتك يعلى ومتولي يسمع ويجي يسأل ويعرف إنك كنت عند عزت، احتمال يتباحك فيها. أنت عايز إيه؟ أقول لك أنا عايز إيه؟ ما دام أنت بقيتي قريبة من الكبير وصديقة مخلصة لي، أنا عارف يعني. عايزك تزكيني عنده يعني، ليه الواد عادل ده شاطر؟ مش زي ما هو متخيل انها تابع لاحمد، لا انا اقدر ابقى اشيل لوحدي ويجربني بس مش هيندم. قلت ايه؟ سيبني يا عادل دلوقتي. هو انا ليه حاسس انك زعلانه على اللي انت عملتيه؟ اخص اخص زعلانه. اه زعلانه. عارفه ايه اكتر حاجه تضايق البني ادم؟ انه يندم على اللي عمله بعد ما عمله. شايفين ده حاجه الندم، المهم النتيجه يا فريال، المهم يعني المكاسب اللي هتيجي من اللي انت عملتيه لازم تكون اكتر كتير من اللي انت قدمتيه، ده اللي تفكري فيه يا حبيبتي. امشي امشي دلوقتي. اتفضل. لا انا كده بقى هكلم متولي على فرحكم. عيب يعني يعلق بنات الناس المده دي كلها، الموضوع طول قوي. وانا وعدك ان فرحكم ده عليا من الاول للاخر، من ايه تزد يعني. طب يلا بقى وريني عرض كتافك. طب هوريكي بس من غير ما اخد منك وعد. وعد؟ طب ما فيش بوسه على الطاير كده؟ بوسه؟ تلاقيش كنت بهزر. اصل عادل ما ينفعش يبقى معاه ثلاثه كمان، اربعه يعني. اربعه؟ احمد ومتولي وعزت. عايزه كمان عادل؟ لا عادل بيبقى بيحب يبقى سنجل قطه. باي. سافل. كنت عايزه تعمل ايه لما تشوفك؟ انا عارف ان عندها حق. ولو كانت ضربتك 100 قلم برضو كان عندها حق. انا الدنيا سودت في وشي. طيب وانت كنت فاكر ايه؟ الدنيا كانت فاتحه لها دراعاتها واخدها بالحضن. انا عارف ان انا كنت غلطان. وعرفت فجاه كده؟ انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان تسامحني. بقول لك ايه، انا عن نفسي مش مصدقاك وحاسه ان وراك مصيبه ثانيه. بقول لك ايه، ما تاخد بعضك وتمشي كده احسن. لا طبعا مش همشي. ليه؟ اصل محتاج لها ومش هقدر استغنى عنها. وبعد ما يخلص احتياجك هتسيبها برضه وتمشي؟ بقول لك ايه؟ انت عارف انها حامل؟ حامل؟ انا قلت ان في كولكشن جديد وانت اكيد عايزاني اشوف. صراحه انا غلطانه اني ما قلتلكيش من الاول. طب ما تقولي لي انت عايزه ايه بس؟ عايزه افهم. تفهمي ايه؟ ابن عمتي
احمد. لا انا كده اطمنت اني ماشيه في الاتجاه الصح. خير؟ عايز افهم ليه هو بالذات. مش فاهم. بصي انا هبقى واضحه معاكي، انا وجيه فهمني ان احمد واجهه لناس تانيين عشان بس محدش يقرب منه. وبعدين انا لما فكرت مين اللي ممكن يبقى عنده فكره عن الموضوع وبالتفصيل، حضرتك اللي جيتي في دماغي. ميرسي. نعم. حضرتك يعني انتي اشهر رقاصه في مصر، وعلاقاتك بالناس اللي فوق كبيره، فممكن يعني تكوني عارفه السر؟ يعني انتي عارفه اني غاليه عندي قوي يا ايدا، عشان كده انا هقولك. سيبك بس موضوع السر ده وقولي لي انتي عايزه ايه بس. انا واحمد قررنا نتجوز. وبعدين؟ خايفه عليه. من ايه؟ يعني النهارده عايزينه، بكره مش عايزينه. قصدك يعني انهم يتخلصوا منه بعد ما تنتهي مهمته؟ حاجه زي كده. لا ما تقلقيش، طول ما هو ماشي صح وماشي على الخط اللي احنا راسمينه، احنا عمرنا ما هنتخلى عنه حتى لو كان في بديل. احنا؟ هو انت اسمعي يا ايت، اهم حاجه عندنا انه يكون مخلص. ايوه بس وجيه ده بني ادم مش كويس ابدا، مقلق. وجيه؟ وجيه ده مين؟ وجيه ده اخره يقول كلمتين وبس. اوعي تفتكري ان اللي زي وجيه ده له قيمه. بس انا حاسه انه قوي فعلا. هو لازم يبان كده. ايوه بس وجيه برضو ليه مكانه مهمه يعني. يا بنتي اتعلمي بقى المكانه للفلوس وبس. مش عارفه بس انا مش مطمنه. وايه اللي يطمنك؟ صراحة مش عارفة أقولك إيه، يعني كرمك وموافقتك إنك تقابليني وتفتحي لي قلبك خلتني حاسة إني مطمنة بجد. يا حبيبتي أنت عارفة إن أنت غالية عندي جدا، وأنا بصراحة زعلت قوي لما عرفت إن والدتك دخلت السجن. أنا فكرت بجد إني أنا أروح أزورها، بس بصراحة الموضوع ده كان ممكن يعمل لي قلق. طب فهميني بقى. المسألة بسيطة جدا، الملايين والمليارات وكل الفلوس والطرق بتاعه الفلوس دي بتدور في دايره صغيره قد كده، والدايره دي مش هنا بس، لا الدايره دي في كل مكان في العالم، وكل دايره متداخله مع الدايره التانيه. انا مش فاهمه حاجه. راس المال في العالم كله بيتصالح مع بعضه يا ايتن، واصحاب المال والمليارات دي كلها مش لازم يظهروا ولا يبانوا، مش لازم اصلا حد يعرفهم عشان ما فيش حد غلطتهم. وبعدين لازم دايما يكون في كبش في ده جاهز. ايوه بس انت قلتي لي ان احمد هيبقى بعيد. ده عشان خاطرك بس. طب معلش انا عايزه اطمن زياد. هو مش وجيه قالك؟ قصدك ايه؟ قصدي ان احنا خلاص عزت بالنسبه لنا بقى متعب جدا، بقى صعب كده ومش قادرين نستحمله. ها يا عيني عليه، فاكر قال ايه؟ ان الدايره دي مش هتكمل من غيره. يعني ايه برضه؟ يعني عزت لو انتهى أحمد هو البديل الأساسي. إيه؟ مالك؟ مستغربة بس إنك بتتكلمي معايا بالصراحة دي. وأنا ما استغربتش ليه بقى لما جيت في بالك وكنتي على يقين إني أنا عارفة الطريق. عشان أنا عارفة علاقاتك وعارفة إنك مخك قبل ما تيجي قالك على كل حاجة يا عيد. إنتي مش مندهشة من اللي أنا بقولهولك، إنتي بس مستغربة من صراحتي معاكي. وأنا بقى هقولك أنا صريحة معاكي ليه؟ لانك لو فكرتي انك تخرجي من بقك كلمه واحده من اللي انا قلته هتبقي انتهيتي انت واحمد.